Hello everyone and welcome to the channel. اليوم راح نديرو ملخص الوحدة make peace. Make peace. To make peace معناها نصنع السلام. صنع السلام. يقول لي واحد وش معناتها صنع السلام؟ علاه السلام حاجة تتصنع؟ The answer is to simplement peace اللي هو السلام رجح حاجة تبان مستحيلة impossible in the world. عليها درنا الإكسبرسيون make peace. يعني من لا شيء قادرين نصنع السلام. أن peace هو السلام وكلمة واحدة أخرى اللي هي peace جبناها من الفرنسي pièce ومعناها قطعة. اسمها do not confuse the two. peace مكتوبة هكا معناها السلام و peace مكتوبة هكا معناها قطعة أو جزء. واحدة جت بعنوان peace and conflict resolution. peace هاي باينة بلي السلام. conflicts هم المشاكل هم problems. a conflict a problem a dispute هذو كامل مشاكل وتتلاقاو بيهم في الفروض والامتحانات. لذا لازم عليكم you take notes from now. هذو رام synonyms مترادفات. resolution هي noun اسم جبناه من الفعل to resolve. to resolve معناها يحل. resolution هي الحلول. resolutions هي الحلول. to resolve هو يحل. اول درس شفناه في هذه الوحده هو النص تاع البلو هيلمتس. the blue helmets ولا ذوو القبعات الزرقاء اللي هما عباره عن فرقه متخصصه لحفظ السلام in the world. are responsible for keeping peace ولا for maintaining peace. to keep peace معناها نحافظ على السلام ولا to maintain peace معناها نفسها نحافظ على السلام ولا to preserve peace نفسها نحافظ على السلام. they are responsible هم مسؤولون على حفظ السلام في العالم. شفنا ثاني منظمات اخرى وشفنا بزاف تاع المنظمات يعني المسؤوله على حفظ السلام في العالم كيما اليونيسف اليونسكو اتسترا واللي the most important one اللي تهمنا بزاف هي اليو ان او اللي هي the United Nations Organization ولا هيئه الامم المتحده اللي هي بعد منها جات البلو هيلمتس الفرقه تاع حفظ السلام في العالم. وقلنا باللي their responsibility مسؤوليتهم keeping the peace in the world حفظ السلام في العالم. هذو كامل راني نشدد لكم عليهم باش تستعملوهم في الفقرات في الامتحانات الى اخره. keeping the peace in the world. حاجه واحده اخرى لازم تعرفوها باش كي تعودوا تعبروا يكون عندكم زاد لغوي لاباس به هو what is peace ما هو السلام. كل واحد كيفاش يعرفوا السلام قدر يقول لك هو الله حرب. the absence of war يخي absence هو الغياب. war هي الحرب غياب الحرب تو سامبلوم وهذا سلام. فور اكزامبل واحد قادر يقول لك هي ذا ابسنس اوف فامين غياب المجاعه واحد يكون ياكل يسمر في سلام الى اخره. يسمر وجهات نظر. انتم هذه الافكار اللي قلتهم لكم كامل يو هاف تو تيك نوتس سورتو كعاد قلتهم لكم ام سوري ان انجلش. الدرس الاول اللي شفناه في الجرامر ولا في قواعد اللغه هو اكسبريسين اللي هو التعبير عن expressing to express منها يعبر expressing ability and possibility using the modals can or be able to. بون وش هما المودولز؟ هما افعال ناقصه وليست افعال تامه لانه الافعال نوعين. ديجا هاد الهضره كامله راني هضرتها في الفيديو تاع البروميراني يسمى كي نعود نحط لي فيديو تاع البروميراني ما تقولوش هما هوش تاعنا يسمى ما عندنا ما نديرو بهم. نو ذيس از ا رونغ ايديا فكره خاطئه. كي نعود نحط اي فيديو راهي لغه اخوتي اتس ا لانجويج اي تتعلم هكا كي تهز انت مفردة بزايد كي تكتب مفردة وتتمكن منها وتشفى عليها وتقدر تديرها في جملة that's the point. كيما نحكي لكم ديما في القسم 2 hours نتاع القراية في القسم ما تكفيش باش تتعلم اللغة. you have to make efforts and take notes. المهم expressing ability and possibility. ability هي القدرة. able معناها قادر. ability هي القدرة. possibility هي هي الاحتمالية. something possible معناها حاجة محتملة ولا قادرة تصرع. قلنا هذا كامل we can express them using the modals can and be able to. نعطيكم ذوكا مثال. for example I see clouds in the sky. I see clouds in the sky. أرى غيوم في السماء. I see clouds in the sky. it can rain. it can rain قادرة تصب النو. هذه وش هي قدرة ولا احتمالية؟ هذه باينة بلي احتمالية قادرة تصب النو ولا ماهيش قادرة تصب النو. هنا عبرنا على الاحتمالية باستعمال can. it can rain. مثال واحد اخر على possibility I can to simple نقول I can jump. I can jump نقدر نصوتي
from this step. نقدر نصوتي من هذه الدرجة. نايا حاجة ديروها في بالكم باللي الابيليتي في مستواكم راهي تتعلق بالحواس الخمسة. وش تقدر انت دير كبنادم أبار من هذا it's possibility. هذا ما كان يعني خليوها كملاحظة في دماغكم. Now نحكيو على الفورمز انت can و be able to. نحكيو على الفورمز تاعهم in the time في الزمن. Sometimes يكونوا present, sometimes يكونوا you know كيما حكينا في الدروس الأولى تاع تعلم اللغات اللي هما the tenses الأزمنة تاع تصريف الأفعال. لأنه هذا وش يهمنا وهذا ما هو راح يمتحن من قبلكم هو تصريف الفعل ولا وضع المودل في زمانه ولا في شكله الصحيح. عندنا ثلاث أزمنة كيما على بالكم present, past and future. في present هاي باينة نقولوا I can jump for example ولا قدر نقولوا I am able to jump اللي هو be able to. يسمى هنا التصريف راح يكون على to be اللي هو I am, you are, she is, he is, it is, they are, you are, we are. هذا هو to be. It's so easy. اسمه I can jump. I am able to jump. He is able to jump. It is able to jump. They are able to jump. هذه هي. في زمن الماضي نقوله I was able to jump. I was able to jump. لو كان جو they for example نقوله they were able to jump. They were able to jump. عندنا مثال واحد آخر بكود. Could يعني عندها نفس المعنى. نقوله I could present my lesson in front of the class. I could present my lesson in front of the class. كنت قادر نبريزونتي ولا نقدم my lesson اللي هو درسي in front أمام the class القسم تاعي. نشوفوا مثال واحد آخر يعني من الوحدة اللي هو the UNO لا هيئة الأمم المتحدة was not able اسما ما قدرتش to keep peace always. Was not able to keep peace always. هنا واحد قادر يسخصيني يقول لي علاه درت كود علاه ما درتش هنا ما درتش في السياق هذا علاه ما درتش كود. الإجابة كالتالي كود نستعملوها الحوايج بخفيف اسما حاجة كي تكون سامبل هيكا دخلة في الحواس تاك or something احنا نديرو كود مصح كي تكون حاجة يعني كبيرة بزاف كيما keeping peace الحفاظ على السلم بينا بلي حاجة صعبة عليها نديرو be able to لأنها تتطلب بزاف تاع الافورتس ولا المجهودات. نشوفو مثال واحد آخر في زمن المستقبل قادرين نقولو for example with notes taking I will be able to learn English. With notes taking I will be able to learn English. مع أخذ النقاط سأكون قادرا على تعلم الإنجليزية. يعني أسهل زمن في الدنيا هو المستقبل نديرو well مع كل ضمائر and end of the story. لو كان جا يعني الضمير تانا هو for example a group of people مجموعة من الناس كنا قادرين نقولو with notes taking people will be able to learn English مع كل الضمائر. الدرس اللي بعده هو expressing obligation, the absence of obligation, prohibition and deduction. جوست هذا وين كملتو مع البروميراني. It's the same thing. عندكم some modules اللي هم أفعال ناقصة يعبروا لنا على هذه الحوايج اللي هم obligation الوجوب, the absence of obligation اللي هي غياب الوجوب and prohibition اللي هي المنع. عندنا for example must, عندنا have to, عندنا need to, عندنا should, عندنا ought. كلها عندها نفس المعنى اللي هي تاع الوجوب كامل ويختلفوا في التدرج برك يعني يختلفوا في الشدة. حاجة كي تكون لازمة عليا بزاف it's a must ومن بعد يمشي ويهبطوا have to, need to, should and ought. أنا درت ديز إكزامبل في الفيديو تاع البروميراني go watch it now أو معمر بليز إكزامبل تلمو بسطلهم بزاف. في حالة غياب الوجوب احنا نديرو not اللي هي النفي سيتادير غياب الوجوب حاجة ماهوش لازم تديرها. For example people don't have to be rude to one another. People don't have to be rude to one another. لا يجب على الناس أن تكون فظة مع بعضها البعض. أنا نعطيكم بالعاني في أمثلة تصب في الوحدة تصب في موضوع السلام والسلم بها تستعملوهم في الإزيكزام أو لتاست. احنا نسقسيكم على هذه الحوايج How can I keep peace for example. نقول لي أنت كأضعف الإيمان People don't have to be rude اللي هو فظ to one another.
يعني مع كل other models they express the absence of obligation. قادرين نقولوا shouldn't, people shouldn't for example judge one another, الناس ما لازمش عليهم يحكموا على بعضهم. وروح معها. والاستعمال تاع must هنايا must مقرر عليكم تعرفوا زوج استعمالات تاعها. الاستعمال الاول هو في صيغه النفي كنديروا معها not, هنا راهي prohibition, هنا راهي منع, ماهيش absence of obligation. For example cheating in the exam, الغش في الامتحانات, نقولوا students must not cheat in the exams, students must not cheat in the exams, ما لازمش على التلاميذ يغشوا في الامتحانات لأنهم لو كان يغشوا there will be consequences. must ما كانش معها اللعب. استعمال الآخر تاع must هو بدون صيغة النفي اللي هي deduction. deduction هو أسلوب تاع استنتاج, الفعل منها هو to deduce. to deduce معناها يستنتجوا, deduction هو الاستنتاج. for example my phone is ringing, it must be mom calling me, it must be mom calling me, تليفوني وقاعد يصوني, لازم راي مام calling me, لازم راي مام قاعدة تعيط لي, يسمني على بالي, I have a knowledge, عندي معرفة انه my mom is going to call me, باللي راي راح تعيط لي, عليها قدرت نستنتج, عليها I could deduce, باللي it's my mom calling me. كيفاش عبرت عليها؟ قلت my phone is ringing, it must be, باستعمال must, لازم راي مام calling me. درس اللي شفناه بعد هذا شفناه في listening, في درس الاستماع تاع مايا and ليلى اللي هو expressing criticism and apology, التعبير عن النقد والاعتذار. to express criticism and apology, الفعل من criticism هو to criticize, to criticize بمعنى ينتقد, والفعل من apology هو to apologize بمعنى يعتذر يقدم اعتذارا. شفنا في القسم باللي مايا made fun of ليلى, made fun of ليلى, made هو past تاع make بمعنى سخرت من ليلى in front of her classmates, أمام زملائها. قالت مايا تبكي, ليلى I'm sorry قالت تبكي, and مايا went to her, راحت لها and apologized, واعتذرت منها باستعمال الصيغة الموالية I am sorry I shouldn't have made fun of you, I'm sorry I shouldn't have made fun of you. الصيغة هي should plus have plus the past participle of the verb, هذه هي اللي نستعملوها للنقد ولا للاعتذار. قلت لها sorry اسمح لي ما حقيش نضحك عليك زملائي, هذه هي الترجمة نتاعها to simplement. هذه الصيغة تاع should plus have plus the past participle تاع الفعل نستعملوها in two ways, قلنا criticism ولا apology. نروح ونشوف مثال تاع الكريتيسيزم. فور اكزامبل يدخل الاستاذ القسم يشوف مع محمد فور اكزامبل ويصرخ عليه, نقولها ان انجلش the teacher shouted at محمد, the teacher shouted at محمد, الاستاذ صرخ على محمد. فور اكزامبل محمد قاعد يبكي, محمد is crying, ومن بعد تنتقدني وحده من التلاميذ تقول the teacher shouldn't have shouted at محمد, the teacher shouldn't have shouted at محمد. درنا الصيغة should وزدنا معها النفي لأنها حاجة غير مرغوبة لأنه نقد, رانا قاعدين ننتقدو, ومن بعد درنا have, ومن بعد درنا the past participle تاع الفعل shout لأن الفعل shout فعل narrative, زدنا له ed ودرنا به the past participle shouldn't have shouted at محمد. حاجة شفناها في القسم هي the class chart ولا عريضة القسم اللي فيها مجموعة من القوانين نتاع rights and duties, تاع الحقوق والواجبات rights and duties. علاه درنا لكم rights and duties؟ لأنه في قسم duties راحين نعبروا على obligation and the absence of obligation and prohibition, اسم الدروس راهي تخدم بعضها. كي نقول لك أنا هذا راه واجب عليك ديرو ولا واجب عليك ما ديروش, اسم هنايا you express obligation and absence of obligation. ودرتوا أمثلة بزاف في القسم ما شاء الله عليكم, نفكركم برك some of them. for example we have to exchange ideas to learn, we have to exchange ideas to learn in classroom, لازم علينا نتبادلوا الافكار في القسم باه نتعلموا من بعضنا. for example نحكيوا على respect, respect يعني حاجه مقدسه في القسم. we must not be respectless to each other, ركزوا مليح في الجمله, we must not be respectless to one another. No, it's not an absence of obligation, it is prohibition, هذا رو منع. لو كان تكون respectless
شوفهم ليه respect اللي هو الاحترام respectless معناها عبد ماهوش محترم. يسمى لو كان تكون هيك there will be consequences راح يكونوا عواقب لأنك كنت respectless. يجب علينا ألا نكون غير محترمين مع بعضنا البعض. والحقوق يعني نحكيوا عليها يعني عادي جدا نقولوا I have the right to for example I have the right to learn عندي الحق نتعلم الأستاذ يجي باش يعلمني. وقدر نقولوا I have the right of I have the right to يجي بعدها فعل و I have the right of يجي بعدها noun يجي بعدها اسم. I have the right of for example free education اللي هو التعليم المجاني. هذا هو مضمون الوحدة تاعنا الأولى إن شاء الله. مازال عندنا reading مازال عندنا نص قراءة تاع مارتن لوثر كينغ هذوك نشوفوه وندير عليه ملخص قبل الامتحان. هذا فيديو تتفرج وتتعاود 100 خطرة حتى تهز منها القواعد وتهز منها الأمثلة اللازمة باش تلقاهم في القسم وتلقاهم في الامتحان وتلقاهم حتى في اللغة يعني لأنه الهدف تاعنا والهدف تاع القناة من الأساس هو تعلم اللغة. أنا الدروس ما يهمونيش بزاف. Anyways you take notes تهزوا نقاط you watch the video and you take notes في كل راسكم and you repeat them تعودهم حتى تهزوا ديجا in the comments box في صندوق التعليقات try to leave some examples أمثلة على وش شفنا obligation absence of obligation criticism apology deduction عندكم بزاف try to make an example of each. والكلمات المفتاحية تاع الوحدة لازم عليكم تهزوهم باش تعبروا بهم إن شاء الله في الفرض والامتحان. Thank you so much and see you next time.